أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني خلال جلسة خاصة مع مدراء القطاع عبر جميع الولايات أنه سيتم مراجعة كل المنح وانشغالات الأسرة الثورية مستقبلا وبطريقة إلكترونية دون الحاجة إلى أي وثيقة أو ملف إداري. يأتي هذا مع الاعتماد على الخدمات الإلكترونية التي سيتم الشروع فيها من طرف وزارة المجاهدين وربطها بمختلف الإدارات. محمد بومجو عاد بالتالي. وهذه لازم نكملها في اقرب وقت ممكن. قيم العمل تاعنا اليوم في 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 مجاله، اولا بالنسبه للمنح. الان المنح اللي كانت تراقب من طرف خزينه يعني على مستوى الولايه او الخزينه التابعه لوزاره الماليه، الان درنا المراقبه البعديه الان وربطنا وزاره المجاهدين بالبطاقيه الوطنيه وربطناها كذلك بالبطاقه الخاصه بالحاله المدنيه لوزاره الداخليه والجماعات المحليه. إذا الآن منعنا منعا باتا باش نطلبوا بأي مجاهد أو مجاهدة أو ذوي الحقوق يعني يأتينا بالملفات الأدارية خلاص ما بقاش.